كيفنا اليوم نور حرين عاود راح بيك من جديد نور وبيك عايشك شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله صبا الحمد لله وين تو؟ والله تو في رومانيا تو في رومانيا عندي مشيت عندي 4 شهور غادي دونك كهو تو روحت عندي شويه اوراق باش نقدم ونرجع ان شاء الله اخر شهر هذا شنو هي الجمعيه ديفيزيون 2 ديفيزيون 2 كيف جات الحكايه؟ والله جيت هكاك عندي انا صاحبي عايش غادي في رومانيا بريباراتور فيزيك خليل شقرون وجه له تحيه هكا هاو كلمني قال لي بوركوا با هو شاد كيب مع معناتها غادي بريباراتور قال لي جا معناها شوف وكل شيء هكا قلت مشيت قلت خلينا نمشي نجرب علاش ليه هكا شفت معناها لي كونديسيون معناها تفاجأت الحقيقه خاطر بون في بالي ديفيزيون 2 رومانيا حاسي لقيت حاجات معناها باهيه ومشجعه اللي خلتني نقعد معناها حتى بريتو واحد معناها منتال بون واحد مرتاح شيخ لي كونديسيون كل موجودين هكا هكا دونك تفاهمنا معاهم وقعدنا ما بديتش تكاوي مازلت لا لا مازلت عندي راني قلت لك معناها عندي مشكله في الاوراق خاطر مشيت فيزا توريستيك انا مشيت معناها كسائح كيما علاش مش من الاول قلت لهم انا خاطر مشيت عرفت في مخي انا في باليش بها الحكايه لازمك فيزا اخرى باش نجم تعمل الكارت سيجور والكونترا فهمت كيف كها مشيت غادي ومن بعد هما حاولوا قداش مره معناها مع تاع ليميغراسيون يا اخي معناها واضح انه يلزم معناها نرجع لتونس ونعاود نصب دوسي نتاع كيما نقولوا دو ترافاي فيزا دو ترافاي معناها لون تيرم كاهو دونك روحت ان شاء الله جمعتين اخرين ان شاء الله تحضر نعاود نرجع بس سي تبداو سيزون جديده ولا كيفاش؟ سيزون جديده سيزون جديده يرجعوا في جويليا هما وفي اوت اخر جويليا اول اوت عندهم دو ماتش دو كوب ومن بعد تبدا الشامبيونات ان شاء الله ربي يسهل بالتوفيق ان شاء الله ربي خلينا نبداو من الاول احكي لنا نور على البدايات نتاعك في الكلوب كيفاش بديت الكوره؟ والله بديت الكورة لاج دو 5 سنين دخلت نذكر قبل مشيت خويا مشي تستي هو يا اخي انا مشيت معاه صغير معناها باش نتفرج هكا صغير بالخاطر قبل كنا نسكنوا في شراغانا نحن الباساج بحذانا القنبات حسرة كهو دونك مشيت يا اخي وقتها معناها العام هذاك العمر نتاعي انا ما عندكش حق تدخل صغير صغير وقتها 88 معناها هو 12 سنة ماما باش تبدا ولا لا لا تنجم قبل قبل باهي معناها كيما نقولوا تدخل 7 8 انا وقتها خويا مشى باش يتستي دونك مشيت معاه نتفرج يا اخي فما مدرب سيناجي غزر لامي وقتها الله يرحمها وعمتي الله يرحمها ما عادش قال لها علاش ما يدخلش يترين هذا قالت له راه صغير مازال معناها قال لها ما يصيرش دخل هكاك دخلت معاه بالزهر ما عاد اكبر منك مع 88 انا عام 90 دخلت معاه 88 قعدت نترين معاهم وحتى كي مشي يلعبوا ماتش بيتا كدخلني شويه معاهم شويه بشويه ومن بعد لين خلطوا عام 90 دينار سون تاعي وقتها لقيت روحك مستانس ومتدرس عليهم بيان سور ديجا عديت عامين معناها قبلهم بونتريمون كهو معناها من بعد مشيت هكاك الامور بعد كيفاش كنت بارز في لي جون كيفاش بعد انا نفكر كما ايش غلط غالي مينيم انت ولا حاجه هكا معناتها تحكي عليك حتى في الميديا وانت صغير معناها نتفكر ريبورتاج في حنا بعد كما ايش غلط هكا نتفكر حاجه هكا ولا صحيح صحيح حتى قبل فاز المنتخب وحكيت هذوكم الكل ولا لا صحيح اي معناها في الجينيراسيون هذيك كنت معناها في الجينيراسيون هذيك ديما نذكر انا قبل الطرفه فما مشجعين معناها من البارك يقولوا ما نجيبش نتفرجوا في نور حضريه معناها في الكادي وفي معناها يقولوا اسمي تعرف وانا صغير برشا هو حتى كان شبه باللوك نتاعك برشا مع رونالدينو زي وقتها رونالدينو مكسر الدنيا صحيح كاو قبل 2004 هذيك 2002 مشى رونالدينو برشلونه وقتها واحد صغير تغرمت بيه معناها كاو معناها كنت تجيب الجمهور معناها حتى من الصغير مش تجيب الجمهور كلمة تنجم تكون كبيرة بون فما عباد معناها تجي تفرج يقول لك الكاتيجوري هذيك معناها نور حضرية معناها كيف دونك يجيو معناها يتفرجوا هو شكون كان فما وقتها بلال ظهر لي لا بلال خلطت من بعد بلال جاي في الكادية من ريانا بلال كان في ريانا بلال وقتها كان في حملة مهدي زاد خلطت من بعد معناها من بعد معناها كادية معناها نحكي لك مينيم وكادية بي وكادية وكان بعد خلطوا الاولاد وخلطت عاطف من جندوبة وتلمت معنا عملنا كيب باهية وقتها نذكر الديكليك ذا اللي كانت المنتخب صحيح صحيح الديكليك وقت عنا نحضروا في الكوب دافريك دونك كهو معناها مشينا عملنا عديت كوب دافريك باهية وقتها بالكدا وديجا فما بعدها الكوب دي مونت دونك وقت عديت معناها ماتشات باهيين وقتها زدت معناها اسمي تعرف وواحد بدا يفرض في روحه بون في ملك دي جونيور بديت معناها برغم مش وحدي فما معناها جواريات وقتها بلا العيفة وقتها مصعب ساسي يوسف خالد العياري فما كانت جواريات باهيين وقتها نور ليكيب هذيك نتاع 2007 هو مونديال 2007 ليكيب كبيره برشا كنا معلقين عليها برشا امال لكن للاسف اغلب الملاعبيه بخلاف يوسف المساكني وبدرجه اقل بلا العيفه
الكل ضاعوا تقريبا في الثنية، وانت ابرز مثال اللي كنت ظهر لي وقتها تم اختيارك سابع افضل لاعب في العالم، ظهر لي في مونديال في اسماء كبيره، ظهر لي كما تو ايدن هازار فيه، ظهر لي صحيح بويان، ظهر لي كيريكيتش كيف برشلونه، شكون ياخذ اسامي وقتها بنتيكي لاتاكو تاع فما برشا برشا بويان وقتها، فما كروس توني كروس توني كروس وقتها فما برشا صحيح. بون شو نقول لك معناها علاش صحيح الجينيراسيون هذيك ما كيما قلت انت زوز ثلاثه ماكسيموم هما تسميو عملوا هكا كارير ماش معناها الظروف ما تنجمش تحصرها في حاجه بركه، فهمت كيف؟ تنجم تكون الخطر شنيا بريتو معناها كادي نحنا كيما نقولوا مازال عندنا ثلاثة سنين اربعه للسينيور، مانيش وقت اولمبيك وظاهرين ديريكت معناها تاك في تعدى طول طلع سينيور، فهمت كيف؟ ابريتو مازلت معناها عندنا وقت نتاع بروغريسيون نتاع مازلنا معناها عمرنا 16 و17 وبعدك هاو كل واحد اختار ثنيته ومشيت معاه صحيت، ومن بعد خلطوا علينا الناتيف تاع 89 وتخلطت وما قعدتش هيك، خلاو الجينيراسيون هذيك بركه وخدموا عليها معناها راهو تلقى مينيموم 5-6 في الكيب ناسيونال سينيور كيف دونك كاو كل واحد مشى فما كانت نجم تكون خير بيان سور خاطر فما يد لا كاليتي معناها كل واحد من بعد كل واحد مشى شاف طريقه، فما اللي بطل الكوره فما اللي مشى قرا كامل قرايته فما اللي كبش كاو كل واحد وين يمشي. اكثر لاعب نور شكون كنت تتوقع يعمل مسيره كبيره وما عملهاش من الجينيراسيون هذيك؟ هو انت اكثر واحد معروف نور حراري، وبعده شكون عندك انت لشكون؟ والله عندي انا مصعب سيسي. مصعب سيسي صحيح، مصعب سيسي خاطر عنده كاليتي كبيره برشا، نذكره قبل نوح لو عرفتك وقت يلعب ديمي جوش حط له في الكوره في سيق وتنسيه معناتها تايب بارك الله، والله ما مشيتش معاه. بون توا الحمد لله سافا في السعوديه، بون كان ينجم يعمل مخير برشا واحد، اما كهو معناها مصعب زاد رفيق تخيل، نذكر رفيق تخيل نتاع يلعب في الاسبيرونس زاد هذاك رفيق تخيل ظهري ملعب السنيور جمله ملعبش نذكر قبل كانت فما كاس الرابطه قبل لعب شويه ماتشويات هذايا وكهو ما وصلش معناها، اما بالرسمي عنده كاليتي كبيره برشا كل واحد رفيق يجري برشا كثير وشكون بالعكس الملاعب ما توقعتوش يوصل وصل؟ لا لا عرش لا عرش سي السؤال هذا يوسف المساكني ما كانش بارز برشا معناها باهي كان ما كانش هو كما قلت انت كنت انت ومصعب ظهر لي احسن الملاعبيه وبلال اما يوسف ظهر لي بون لاعب مهم اما ما كانش بالحجم اللي توا عنده يوسف المساكني شنو اللي تبدل شنو اللي خلى يوسف ينجح ما نجحش الباهي هو يوسف معناها جوار كبير معناها حد ما يشك في هذا وقتها في الكوب دافريك ما كانش يلعب من الاول كان يلعب في بلاصته هذا رفيق تخيل وكان هو معناها يدخل زي ومن بعد ديكليك صار له بون مش دي اول ديكليك صار له في الكوب دي موند كوب دي موند لعبها وبدا يلعبها في البريباراسيون وكل شيء معناها صارت تحسن بالكدا من الكوب دافريك الكوب دي موند تحسن بالكدا ومن بعد الحاجه اللي عاونته على الاخر هي من في الاسبيرونس وقت طلع وقتها معاه سيمير كانزاري وسي فوزي البنزرتي عاونوه معناها كيفاه هو عنده الكاليتي اما دزوه فهمت كيفاه تنجم تلقى واحد ملاعبي واللي تحب انت يطلع في كيب عرفت فريقو اقعد استنى اقعد قدامك جواريت اقعد تجمش فهمت كيفاه هما كلي هكا عرفوا كيفاش يدخلوه في الجو نتاع السينيور خاطر ابريتو مش كيف مش كيما تلعب سينيور في المنزة قدام 30 40 الف مش كيما تلعب كادي جونيور مش كيف ولا خاصة فوزي بنزرتي امن برشا بالصغار ديما فوزي يحب الصغار ماك تعرف معناها موش اول كا ولا اخر كا معناها تاع هو عاونهم زيد سي ماهر معاك اللي لقى شكون اللي يدزوا معناها يدزوا يعاونوا كا بلال عيفة كان بحذايا بلاستيك لهنا وانت كنت لوطا تسمع في الراديو صحيح قال لي نور حرارية الموهبة كموهبة أكبر من يوسف المساكني وقت الله يسلموا عليه ساعة بلال ما نعرفش معناها مانيش نفس البروفيل نتاع جور فهمت كيف خاطر هو شنو يوسف معناها انت ديس صانع لعبة هو يلعب على جناب فكريته معناها على جناب وبيركوتور وواحد انا ستيل اخر دو جو ما تنجمش تقارن معنا بيناتهم فهمت كيف كل واحد وستيلو كل واحد وبروفيل نتاعو ما زلتوا ان كونتاكت مع اصحابك نتاع ذوكم والله مش برشا الحقيقه معناها انا توا ماكسيموم اربعه من الناس شكون؟ والله هي الاولاني بلال بيان سور اللي يومين انا وياه مصعب سيسي كيف بيسكوف في السعوديه نحكيو برشا بالتليفون فما صادق القروي الروج زاد اصحابي رفيق زاد دخيل وسيف العاكرمي وعاد فكك اربع خمسه فما شكون اللي مشى كيف خالد العياري زاد عياري صحيح عياري زاد صحيح عياري كاليتي كبيره
وما لقاش حظه خاطر شنيا عياري طلع على الاسبيرونس قدامه مايكل نذكر قدامه مايكل معناها تحب ولا تكرم قد ما تكون ملاعبي ما تنجمش معناها سورتو جوار صغير طالع ما نجموش هي ما نجم حتى انترونور معناها في ناحيه مايكل يحط فهمت كيف الباساج هذاك ديما من لي جون ديما صعيب هذاك صعيب سا ديبون انت تمشي معاه كيما نقولوا شويه برشا زهر خاطر لازم خاطر لازم سا ديبون ليفيكتيف اللي باش تطلع تلقاه قدامك تنجم تطلع مثال تلقى البلاصه فارغه ولا كيما تنجم تلقى زوز ثلاثه معناها اللي بسميهم وكارير واحد ما يتمسوش بيان سور ما يتمسوش معناها حتى الكابتن نتاعكم مجدي المخزومي مجدي المخزومي بون مشى معناها لعب شويه كيبات هكا ابارمون توا في بالي معناها ما عادش يكور كهو كل واحد انا قلت لك وسيم المرزوقي خو حمدي حبيب التونسي حبيب التونسي زاده وكل واحد والكل الكل ملاعب في البول كل واحد البوست نتاعو كان من كل كنا نسناو فيكم عاد فماش ملاعب كان باهي ولا كل كانوا تبارك الله معناها ملاعبين علي عباس زاده علي معنا صحيح ما تلقاش راه في اي جينيراسيون معناها مظهر لي عمري ما ريت انا جينيراسيون اللي مثل حتى تلقاش يطلع منهم اكثر من 6-7 ماكس ما نعرفش معناها مظهر لي فهمت كيف هي هذا ما فما شيء انه فما كان يوسف اي فوالا هذاك ما بلال مس شويه كيف اسمه اللي يبعد ويرجع يبعد ويرجع اما كان يوسف اللي معناتها وصل نقول صحيح كان كل واحد